كي تلاحظوا بانه مراكش عارف دابا واحد الحركه كبيره في الطرقات او هيكله الطرق في نفس السياق. دابا بدات الطريق تاع الترقه المؤديه للترقه من لا بلاص دارم حتى لابروندا حتى الملتقى الطرق مع طريق السويهله كنا نقول لا روكاد، وفي نفس الوقت من كويك من رون بوان ديال المصمودي حتى العزوزيه. هاد الطرقات هذه الطريقه هذه داخله في عمليه ديال اعاده هيكله تاع هذا الطريق كلها، لانه كتعرفوا بانه مراكش الان فيه مشكل ديال السير والجولان، وباش يمكن لنا نحسنوا السير والجولان لابد من اعاده النظر في الطرقات. هنا بالنسبه لهذا الطريق هذه اللي هي تقريبا واحد 10 كيلومتر اللي فيها عدد من التدخلات، كاين التدخلات الاولى هي الشبكات اللي هي لا شبكه الاتصال ولا شبكه تاع الاناره وديال الضوء ولا ديال التطهير السائل، وفي نفس الوقت كاينه اعاده بالنسبه للتروطوار، كاين الطرقان حتى هي الطريق خاصها تعاود تكبر، لانه كاين بعض المناطق اللي بغات تتعرض فيهم طريق 18، وكاين بعض المناطق اللي بغات تمشي فيهم 24. هاد الطريق هذه اللي غادي تعرف واحد اضافه نوعيه لمدينه مراكش. في نفس الوقت في نفس السياق الطريق اللي من ترقه من الكماله من ترقه من لابروندا اللي غاديه غتمشي حتى لمحاميد بحيث انه بدينا السنه الفايته من ترقه حتى لطريق السويهله باعاده الطريق وباعاده الممرات اللي قلنا تنقولوا حنا لا بروموناد او لا المنتزع اليمين وعلى اليسار باشجار بمساحات خضراء حتى لطريق السويهله. ودابا غادي نبداو بين الرونفورسي ولا بنات ديال التقويه واحد 8 كيلومتر من طريق السويهله حتى لمحامي سعود حتى الملتقى مع طريق بومسا. اليوم هذا الصباح كانت تواجدوا في مقاطعه النرا على الطريق المداريه، كاين معنا اطر الجماعه مهندسين وتقنيين وكذلك السياده النواب الدكتور الادريسي المكلف الاشغال نائب العمده الاول وكذلك الدكتور طارق حانيش من اجل الوقوف على انطلاق الاشغال في الطريق المداريه وفق البرنامج اللي استراته السيده العمده فاطمه الزهراء المنصوري من خلال البرنامج تنفيذ برنامج عام الجماعه. وكنعرفوا بانه اليوم حركه المرور في مراكش كتعرف واحد المجموعه ديال الاشكاليات. اليوم هذا يعني هاد تقويه هذا الطريق واعاده يعني البناء ديالها هي تدخل في اطار برنامج ديال الجماعه وكذلك فك هذاك الاكتضاض ديال حركه السير. يعني هاد الطريق هذه المداريه كانت مطلب ديال واحد المجموعه ديال السكان وكانت فيها دي ريكلاماسيون وكانت تعرف واحد المجموعه ديال الحوادث السير المميته. فاليوم الاستاذه الله يجزيها بخير فاطمه الزهراء المنصوري مشكوره استجبت لهذا النداء ديال المواطنين فيما يخص تهيئه هذا الطريق، واليوم الحمد لله بحضور جميع النواب ديال مقاطعه النرا والمنتخبين وكذلك مجموعه من الاطر حضرنا باش نشوفوا نعطيوا الانطلاقه لهذا الطريق واللي غادي في الحقيقه غادي تكون تشكل واحد الانطلاقه نوعيه لتهيئه واحد المجموعه ديال الطرق مقاطعه النرا اللي هي طريق ترقه طريق لافلام الكويك من الكويك عاود لوريدا للشعوف، واحد المجموعه ديال الطرق جايين في الطريق ان شاء الله طريق ديال المستشفى العسكري دار الحليب ابواب مراكش، كاين واحد المجموعه ديال الطرق اللي هي مبرمجه